والله العظيم احلى واحده في العالم بتعمل بيتي فور. بس ما تقوليش لماما ان انا قلت لك. ها وانت مش جايباني ورشاني بالبتاع ده عشان نقعد نتكلم؟ ايه بقى في ايه؟ قولي لي صحيح، هو انت كنت بتزرزري على كريم ليه؟ على فكره بقى ما كنتش بتزرزر على كريم، ماليش دعوه اصلا، مفيش حاجه، يدفح اللي يدفعه. يا لهوي، انت بتتخانقي مع ابني على الاكل؟ بتعدي على الواد اللقمه ولا ايه؟ يخرب بيت فجعك. على فكره بقى كريم هو اللي مفجوع وراح ياكل البت المايصه اللي معاه في الشغل دي حواوشي. ما تغيريش الموضوع بقى والنبي، انا جاي اتكلم على الاستاذ فريد. ايه بقى؟ انا مش عارفه اقول لك ايه. معقولة أنا أحط نفسي في موقف زي ده وأقف مبلولة قدام عيلة زيك؟ مبلولة ليه بس؟ هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنا اتخبطت في عقلي، بتصرف كأني عيلة في ثانوي. مش عارفة إيه اللي جرالي من ساعة ما عرفت إن عيد كان مخلف ومخبي عليا طول المدة دي. كأني سكينة ورشقت في قلبي. حاسة بيكي والله. طبيعي قوي 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 اللي أنت حاساه ده. اللي هيجادلني ان انا مش عارفه اتخانق معاه، مش عارفه اطول واتخانق معاه. انا كان ممكن اطلع غيلي في الولد، حقي ابن دورتي، بس ما قدرتش. وده طيب وغلبان ملوش ذنب. بقيت اكلم فريد واستنى قبل الصدفه، كاني بغيظ عيد وبطلع له لساني. يعني مش عشان خاطر الاستاذ فريد حلاوه ولذيذ وذوق حلو في الورد خالص. خالص، انا اصلا ما كنتش بطيئه. بس بعد كده لما عرفته بقيت استنى اقابله صدفه. هو بقى ما كانش بيتوسل، كان هريني صدفه. كنت بفرح قوي لما يكلمني ويقول لي كلام حلو. كنت بحس اني عايشه واني متونسه. طب هي ايه المشكلة دلوقتي طيب؟ المشكلة انت شفتيها بعينيكي. كنت مرعوبة ان حد يشوفني، وترعبت اكتر لما شفت كريم. حسيت زي ما يكون ابويا اللي هيقفشني. طب وخايفة ليه؟ انا رأيي تتكلمي مع كريم. كريم شخص متفهم جدا بجد، وانا متأكدة ان هو هيبقى عايز يشوفك فرحانة. فرحانة؟ لا هو ازاي يعني؟ راح اقول ان انا هحب في تليفونات واقعد في كازينوهات كأني بنت 17 يعني؟ أو إنك مرتبطة براجل وعايز تتجوزيه. يا لهوي، أتجوز؟ أتجوز إيه؟ أتجوز وأنا في السن ده؟ بعد المرحوم عيد؟ لا، ده مش كريم بس، دي زوزو كمان كانت كلت وشي، والعيلة كلها، وجيران، وشارع بحري. هو إيه مشكلة السن بالموضوع؟ أنا مش فاهمة. أمي يا بت، اه يا بت بلاش هبل، انا غلطان اني قاعده بتكلم مع واحده هطله وهبله زي الله. وانا مال انا؟ والله العظيم انت وابنك هتجننوني. اتجوز ايه؟ اخر واحده. ايوه يا استاذ فريد، انا كنت عاوزه اقول لك ان احنا ما ينفعش نتكلم تاني ولا نتقابل. انا اسفه، هو بس اصله مش هينفع يعني، لا سننا ولا ظروفنا تسمح. ارجوك ما تزعلش مني، وبطل تقابلني صدف. تصبح على خير. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.